العودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة هي أيام قليلة جدا بتفصلنا عن الحدث الأهم والأكثر شهرة والأكثر تشويقا ومتعا من وجهة نظر كل محبي وعشاق كرة القدم. بكلم حضراتكم عن فعاليات كأس العالم قطر 2022، أكيد هنتكلم عن كل ما هو متعلق بالمونديال، ولكن بطبيعة الحال هنركز شوية أكتر مع ضيفنا العزيز اللي منورنا على المنتخبات الأربعة العربية المشاركة في فعاليات هذه النسخة من كأس العالم. أستاذ أيمن جبرتو منورنا، صباح الخيرات وأهلا بيك. صباح الفل يا كريم، أخبارك إيه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. صباح الهنا، مصحينك بدري ولا أنت تمام؟ لا تمام يعني. مش باين. ماشي. بقى لنا فترة ما بنصحاش بدري بس تمام. يستاهل الموضوع. لا العرب برضو ليهم علينا حق. منورنا طبعا، وحتى من الكلمة اللي أنت قلتها دي وأنا وكريم ناقشناها، فكرة هنا طبعا يعني إحنا سعداء أكيد بأكتر من مشاركة عربية موجودة، لكن كان نفسنا نبقى موجودين، بس في نفس الوقت ما كانش نفسنا نبقى موجودين ونخرج يعني فاهم على طول زي ما حصل المونديال اللي فاتت أو اللي فات. يعني أنا من الناس اللي مش حابة أن أنا أشارك وبعدين مصر ما تبقاش موجودة من أول مباراة أو من تاني مباراة، معرفش يعني. خليني أعرف وجهة نظرك. ممكن أختلف معاكي شوية حتة، لأن برضو المنتخبات اللي زينا المشاركة تبقى حاجة كويسة. ما هي فكرة بقى المنتخبات اللي زينا، شوف أنت قلت إيه. للأمانة ما برضو لازم إيه يعني إحنا ما بنشارك، إحنا ثلاث يعني، حتى المدير الفني السابق للمنتخب لما اتكلم قال ان مصر ما كيروش ما صعدتش كاس العالم في تاريخها الا ثلاث مرات، لما حتى التصريح الجدلي لما اتكلم عن انا مش هدفي ان انا افوز بامم افريقيا، لكن الهدف ان احنا نتاهل لكاس العالم، لان مصر في تاريخها كله ما تاهلتش لثلاث مرات، وده حاجه مش كويس يعني. منتخبات نتكلم في الكاميرون النهارده، دي المشاركه السابعه ولا السادسه ليها، نتكلم او الثامنه كمان، المغرب يعني المغرب وتونس النهارده، بنتكلم عن المنتخبات العربيه، بنتكلم المغرب وتونس والسعوديه، ست مشاركات يعني، هم اكتر المنتخبات العربيه مشاركه. طبعا انت عندك حاجه يعني قلتيها صح جدا، المشاركه اللي فاتت دي كانت مشاركه كارثيه يعني، بعيدا عن مباراه اورجواي اللي هي احنا حاولنا نصمت فيها، لكن هي المشاركه نفسها لا، مشاركه رحت كانك ما رحتش، ما عملناش حاجه. لكن كان نفسنا نبقى موجودين، لان كمان في قطر الاجواء كانت هتبقى مختلفه تماما عن روسيا، بنتكلم بقى استادات في مباريات مصر دي كانت هتبقى عامله ازاي، حاجه تانية خالص. لكن مفيش نصيب. طب احنا هنفضل مقضينها كتير كان نفسنا ومفيش نصيب؟ لا يعني خلاص بقى، ان شاء الله هيحصل نصيب. ده لا هيحصل، ما تقلقش. هيحصل ازاي ايمن وانت عندك برضو فيتوريا بنفس تصريح كيراش على فكره؟ صحيح. لو انت خدت بالك، ما فيتوريا قال لك نفس انا ما وعدتكوش، ما دي محبطه. هي لوجيك، او هو بيتكلم طبعا شويه بان هو مش داخل يبيع لنا اسمها ايه، يبيع لنا الهوا بالظبط كده. بس في نفس الوقت انا مش عايزه كجماهير مصريه برضو اسمع كده او حد يبيع لي الهوا، معلش انا عايز حد يجي يقول لي هحاول افضل شيء ممكن مع المنتخب واوعدكم بنسبه كبيره ان ممكن، لكن تقول لي ما وعدتكوش ما مش ألذ حاجه. المشكله ان مصر لو ما تاهلتش لكاس العالم اللي جاي ده يبقى فيه كارثه، لان المفروض ده. لا المفروض الكاس العالم اللي جاي هيبقى 48 منتخب مش 32، ده النظام الجديد. فافريقيا مش تبقى خمسه بنسبة كبيرة، أفريقيا تبقى 9 منتخبات. فلو إحنا في 9 منتخبات أو 10 منتخبات ما تأهلناش لكأس العالم، يبقى إحنا أصلا بعد كده ما ينفعش نخش تصفيات، لأن الموضوع هيبقى سهل للكل يعني. فلا يعني ده دلوقتي بقى إحنا المفروض، لو المطالبة لفيتوريا بعيدا عن كأس العالم، إحنا بنتكلم عن كأس الأمم، إن إحنا المفروض دلوقتي الخطوة الأولى إن إحنا نكسب كأس الأمم الأفريقية اللي جاية دي، لأن إحنا بعيد عنها بقالنا كتير. المشاركه الاخيره وصلنا فاينل يعني، الحمد لله وصلنا فاينل رغم ان التوقعات كلها كانت بتقول ان احنا مش هنوصل فاينل، بس وصلنا للفاينل. لكن هي المفروض التارجت الاساسي دلوقتي بتاعنا، لان ده الهدف الاقرب، ان احنا 2024 لما اتاجلت 2024 دي منتخب مصر لازم يبقى التارجت بتاعه ان هو يكسب كاس الامم. طب انت يعني شايف ان مبدئيا الخطوات اللي اتخذت حتى اللحظه اللي ماشيه او اللي المفروض تمشي بينا في سكه الاصلاح المنظومه بشكل عام، شايفها ممكن تؤتي ثمارها وينتج عنها تغيير جذري في المنتخب وفي قوة المنتخب وفي فرص مشاركته في كأس العالم مثلا؟ والله أتمنى، بس يعني لسه الشواهد مفيش حاجة باينة يعني، برضو للأمانة فنيا احنا لسه المنتخب تقريبا مع فيتوريا اتجمع مرة واحدة ودي المرة الثانية، بس بنقول ان الفترة حتى دي بتاعت التجمع هي فيها لعيبة اللي هم المحليين اكتر، في اسامي كتيرة جدا من القائمة الحالية هتستبعد لما يبتدي المحترفين يجوا، فاحنا محتاجين نشوف المنتخب في المباريات الرسميه اللي هي هتبقى تقريبا السنه الجايه وقت التصفيات بتاعه التاهل، اللي هي المفروض تصفيات سهله طبعا، احنا موقفنا فيها بس اتعقب بالخساره اللي كانت مع اثيوبيا مع الكابتن ايهاب جلال، هي دي اللي عملت الازمه، لكن المفترض المجموعه سهله ومفترض ان احنا نتاهل. لكن انا شايف ان
احنا مضطرين نستنى الوقت كاس الامم، لان كاس الامم دي هي اللي هتكشف لنا طب هل الراجل شغال كويس ولا لا، هل احنا كويس. الجيل بتاعنا كويس او يقدر يكمل ولا لا، لان الجيل الحالي هو لعب مع بعض فتره طويله، ما نقدرش نقول احنا لسه بنبني جيل، لا احنا الجيل الحالي لمنتخب مصر هو على مدار كذا سنه بيتكون. هي دي يا ايمن، يعني انا دلوقتي ما اجي اقيم مثلا المنتخب بتاعي، انا بقيم بالانديه اللي مينلي او الاكبر منها تقريبا، هتكلم عن النادي الاهلي بالظبط. فلما اجي انا اقيم هقول ان انا النادي الاهلي الحمد لله حتى هذه اللحظه لا اكثر من رائع، فلو حاجه اتكلم او اطمن شويه على المنتخب بطمن برضو اكتر فكره النادي الاهلي ومحترفيننا كمان على بتوعنا. فالوضع دلوقتي اعتقد مبشر الى حد كبير. في افريقيا من المفترض احنا منتخب قوي، لان برضو افريقيا طبعا. زي ما احنا شفنا حتى المستويات وفي كاس الامم الاخيره، احنا ما لما بنلعب الكوره بتاعتنا واللعيبه بتاعتنا بتصدق نفسها والامور بتبقى ماشيه طبيعيه، لا احنا نقدر ان احنا نحقق حاجات. لكن هي دايما بقى ايه الحته اللي بتتكلموا فيها، هي النوايا دايما. الكوره على فكره فيها جزء معنوي. النوايا دي اللي هي لما بتبقى بتشتغل كويس، لما بتخلص في شغلك اختياراتك بتبقى سليمه. ما فيش طبعا كلنا عمرنا ما هنتفق على اختيارات مدرب بنسبه 100%، أكيد. ده اكيد كل واحد فينا ليه وجهه نظر، ولكن هو المدرب يبقى عنده النيه والاخلاص، الناس نفسها في المنظومه تبقى بتشتغل لصالح المنتخب، ما يبقاش الهم الاكبر ان انا اخد الشو لوحدي او ان انا اقول انا اللي عملت او انا، في الاخر ربنا هيكرمك يعني بشكل كبير بناء على اجتهادك بالظبط. ولو حتى ربنا ممكن يكون مش شايل لك مثلا خير في وقت معين، شايل لك لوقت تاني، بس الجماهير نفسها والمشجع، احنا الناس بتتفرج على الكوره بتبقى فاهمه، عارفه امتى تقول اه الناس دي عملت اللي عليها ونسقف لها، وعارفه امتى لا الناس دي ما عملتش اللي عليها ومقصره. يعني كل النادي الاهلي مثلا كسب بطولات كتير وخسر بطولات كتير، هل كل البطولات اللي خسرها النادي الاهلي خسرها لانه كان مثلا سيء وكان لا, 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 لا في بطولات لا لا اكيد النادي الاهلي خسرها لان التوفيق ما كانش محالفه، كان حالف المنافس مثلا بتاعه او اسباب اخرى، يعني لان قصدي هي دي الكوره، يعني هي بتبقى هي دي الكوره. لكن مثلا لما ممكن تخسر تقول اه لا هنا كان في اخطاء 1 2 3، هنا ممكن تخسر تقول لا يا الحمد لله برافو اللعيبه تسقف لها عملوا اللي عليهم، ولكن هي دي الكوره. تعالى بقى نروح للاربع منتخبات العربيه المتواجده في النسخه دي من كاس العالم، وتعالى بحكم ان هي الدوله المنظمه نبتدي دولة قطر، واعرف رأي حضرتك في هذا الأمر يعني تنظيميا وتنافسيا بالنسبة لمنتخب قطر، تنظيميا توقعاتك للفعاليات هتكون متنظمة بأي شكل، هل لعنصر غنى الدولة مردود ما أو انعكاس ما على تنظيم الفعاليات دي واحدة، والناحية الثانية بقى المنتخب القطري نفسه شايف فرصه ايه في المونديال؟ لا قطر طبعا احنا شفنا في السنين الاخيره عملت اقصى جهد ممكن ان هي يبقى عندها الملاعب وعندها الاجواء، ويمكن للامانه برضو قرار ان نقل البطوله من الصيف للشتاء ده ساعدها بشكل كبير، رغم ان هم مثلا في الملف اللي قدموه هم قدموا حلول كتير ان هم هيقدروا يتعاملوا معاها، ولكن الامر صعب برضو. بنتكلم كان ده كان من 2010 لما اختاروا قطر 12 سنه، حتى احنا دلوقتي مصر بتستضيف هي قمه المناخ وبنتكلم عن تحديات المناخ في العالم كله فالامر طبعا كان صعب. فانا شايف ان طبعا في ناس تضررت، دوريات تضررت من فكره النقل للشتاء، ولكن في الاخر ده قرار، وفي الاخر دوله قطر مصلحته ده لو كانوا راحوا في الصيف كانوا هيعرفوا يعني. لا انا اقصد طبعا انت عارف في ناس بتتكلم يقول لك المسابقات بتاعتنا واللعيبه، ودلوقتي تحديدا في حرب معينه كده على ما تفهمش ازاي ليه على البطوله رغم ان هي خلاص هتبتدي، ولكن لا يا قطر للامانه في التجارب الاخيره للبطولات، البطوله العربيه كاس العرب كاس العالم للانديه اكتر من مره، نظموا اكتر من فعاليه، هم مستعدين بشكل كبير جدا، الملاعب بتاعتهم جميله جدا، هم عملوا كل حاجه يعني مطلوبه تقريبا بزياده. فانا شايفه ان الموضوع مش محتاج كل هذا الانتقاد تحديدا من بعض الدول الاوروبيه. على كل حال يعني مش هخش في تفاصيل دي، بس يعني فعلا الموضوع غريب عليه علامه استفهام، يعني عليه علامه استفهام، لكن خلينا نتمنى ان هم ينجحوا في حته كمان بقى. لا يا قطر عندها ده، انت النهارده تقدر تتفرج على ماتشين ثلاثه، دي ما كانتش بتحصل كتير. انت ممكن الاربع ماتشات اللي في اليوم تتفرج عليهم كلهم في الاستاد لو انت تقدر، فدي حاجه هتبقى ميزه لقطر، كمان عامله حاله رواج للبلاد اللي جنبها، فالامور طيبه. تنافسيا بقى لا قطر بنتكلم مشروع منتخب قطر ده تقريبا من 2004 وهم بيعدوا هذا المنتخب من خلال اكاديميه اسباير طبعا الشهيره، عملوا منتخب خلال السنين دي منتخب مميز جدا. طبعا في بعض اللعيبه او منهم اللي حصل تجنيس بشكل ما او بطريقه ما لظروف
الطبيعة هناك في قطر، لكن هم أسسوه من هم صغيرين، هم ما راحوش عشان برضو الناس تقول لك بتتكلم عن التاجر، لا هم دي ناس عايشة أغلبهم عايش في قطر أو تربى في قطر، وهم تبنوهم رياضيا بشكل كبير. المدرب الأسباني اللي ماسك منتخب قطر سانشيز معاهم بقاله فترة طويلة. المفاجأة كانت، أكبر مفاجأة كانت في كأس آسيا في 2019 في الإمارات لما فازوا باللقب، ودي يعتبر كانت الإشارة لأن التجربة ناجحة بشكل كبير. وجودهم في كأس العرب حتى كانوا في السيمي فاينل وخسروا منتخب الجزائر. عندهم نجوم طبعا زي واحد زي أكرم عفيف، واحد من أفضل لاعبين في آسيا في فترة من الفترات. لا هم منتخب للأمانة منتخب جيد. المجموعة بتاعتهم زي لو بنتكلم عن المجموعة، هولندا بقى والسنغال والإكوادور كده، مجموعة في المتناول يعني. طبعا هنستثني هولندا، نقول هولندا عشان التاريخ بتاعها منتخب اوروبي، فمفترض ان هو السنغال برضو مش هينه. طبعا السنغال والاكوادور كمان مش هينه، ولكن قطر تقدر يعني لا ايه تقدر تبقى موجوده في الدور الثاني. دي اول مشاركه تقريبا في تاريخهم، وهم اللي بينظموا عامل الجمهور عامل الارض. فاعتقد ان هم لو استثنينا هنستثني مباراه هولندا، نقول ان هم يقدروا يتعاملوا مع مباراه السنغال ويتعاملوا مع مباراه الاكوادور، ويبقى ليهم فرصه ان هم يتواجدوا في الدور الثاني، خصوصا ان هم كمان في مدار السنوات الاخيره هم لعبوا في كوبا امريكا، شاركوا فيها عشان الاحتكاك. هم كانوا برضو دي كان نوع من انواع الذكاء عندهم ان هم ازاي يتواجدوا في يلعبوا ماتشات مهمه في كوبا امريكا. راحوا لعبوا تصفيات اوروبا، تواجدوا حطوهم في مجموعه اللي كانت تضم البرتغال وصربيا وايرلند، يعني مجموعه كانت قويه. نتائجهم طبعا ما تتحسبش، ولكن بيلعبوا في تصفيات اوروبا وعملوا نتائج برضو مش وحشه. لعبوا بطوله اللي هي الكاس الذهبيه او الكونكا كاف بطوله امريكا الشماليه، ووصلوا لحد السيمي فاينل. يعني بنتكلم في برضو قاره فيها امريكا والمكسيك ومنتخبات وكوستاريكا، منتخبات بتبقى مميزه وليها طبيعه معينه. فلا هم عملوا كل حاجه للامانه، سواء لو بنتكلم زي ما انت بتقول كده تنظيميا وفنيا عشان خاطر يظهروا بشكل جيد. طب قبل ما نسيب قطر، مين من المجموعه الاقرب للتاهل بصراحه؟ انا للامانه شايف ان هولندا، والموضوع ممكن يبقى بين قطر والسنغال فعلا. يعني اتمنى قطر بانها منتخب عربي، ان ما كانتش قطر اتمنى السنغال كمنتخب افريقي. والواحد بس يخاف الاكوادور كده تقوم لطشت تعال نروح قطر الدنيا. المغرب والمغرب برضو يعني مش بعيدة عن كاس العالم، ليها مشاركات سابقة في كاس العالم، ودايما دايما في كل مرحلة بيبقى عندهم برضو جيل مميز من اللعيبة. ناهيك بقى عن فكرة كرة قدم شمال أفريقيا واللي هم بيوجدوها جدا، بالعكس ده هم بيرمزوا ليها كمان. لا منتخب المغرب المنتخبات المميزة، حتى مشاركاته في كاس العالم الناس كلها فاكرة طبعا مشاركة 86 بتاعتهم اللي هي أبرز، وتأهلهم لدور ال 16 في 86 98 طبعا، والقصة الشهيرة بتاعت عدم تأهلهم بعد ما كسبوا اسكتلندا في آخر مباراة وخسارة البرازيل من النرويج 2-1، والكلام اللي اتقال عن طريقة خسارة البرازيل في الوقت ده اللي هي حرمت المغرب من التأهل للنهائي. وحتى البعض كان بيقول البرازيل لما وصلت النهائي وخسرت ده ذنب المغرب في وقتها، على اعتبار كان في مؤامرة ضد طبعا، لأن خسارة البرازيل وقتها ما كانتش منطقية فعلا، والواحد كان بيتفرج على كأس العالم وقتها. لا يعني المغرب فعلا كانت تقدر تتأهل، ولكن هنقول إن هي خسارة غير منطقية وخلاص يعني. 2018 برضو المشاركة بتحظهم كان وحش، ان هم كانوا في مجموعة قوية جدا معاهم برتغال واسبانيا وايران، فهم يعني كان يعني عملوا نتائج جيدة، ولكن الحظ ما كانش معاهم. هم طبعا الفترة الأخيرة كان عندهم زي مشاكل مع المدير الفني خليزيتش مشوه، وحاليا وليد الركراكي المدرب السابق لنادي الوداد هو اللي ماسك المنتخب. عندهم نجوم مميزه، بنتكلم في حكيم زياش، اشرف حكيمي، نصيري، ياسين بونو، لعيبه كلها مميزه، ايوب الكعبي، يعني عندهم مجموعه من اللعيبه مميزه. يعني اتمنى ان هم تبقى ليهم فرصه في التاهل. اعتقد هم معاهم كرواتيا، بلجيكا وكرواتيا وكندا. المجموعه برضو للامانه مش يعني مجموعه على فكره اسهل من قطر، انا اعتقد كده. هي يعني كاسامي منتخبات مش اسهل، لكن اعتقد في الوقت الحالي كرواتيا مش هي كرواتيا بتاعه 2018 بالظبط. مش حاسه برضو كندا من المفترض ان هي منتخب برضو مش يعني مش افضل حاجه.
فالمغرب عندها فرصة ان هي بلجيكا طبعا منتخب مصنف ومنتخب صعب جدا. فبلجيكا احنا جبنا سيرة بلجيكا. انا قلت حاجة عن بلجيكا. احنا هنلعب بلجيكا ده الماتش الودي. لا يعني فالمغرب يعني لو الامور عندهم مستقرة فنيا، ما عندهمش مشاكل جوه المنتخب، يعني عندهم فرصة ان هم يبقوا موجودين برضو في دور ال 16 في انجاز جديد. لكن هي برضو بترتبط بهل هم فنيا الامور مستقره ولا عندهم مشاكل، دي لسه هنعرفها يعني الفتره اللي جايه. بس لحد دلوقتي الدنيا هاديه، بس انت طبعا ما نعرفش لما وقت ما تروح قطر ايه الامور هناك، لكن نتمنى بس تركيزهم يبقى في الملعب دايما حاضر، وارد نشوف المغرب في دور ال 16 يعني. حلو جدا. طب بمناسبه بلجيكا بقى، خلينا نروح لبلجيكا المره دي، بس يعني ملف اخر. هي دلوقتي بلجيكا بجد من اقوى منتخبات العالم، خلينا نكون صراحه. يعني بتشوف ممكن مثلا تصدف ان بلجيكا تعمل لنا مفاجاه هذا يعني هذا المونديال تفتكر؟ وارد، بس المشكله ببلجيكا ان يعني هم في يعني دايما الناس حاطه امال كبيره جدا على بلجيكا، لان برضو كان مشروع ملهم جدا ونجح للامانه. بس اعتقد الفتره دي الامور ممكن تبقى صعبه، يعني المفاجاه ممكن قبل كده كانت تبقى اسهل، لان برضو الجيل كان اصغر، الجيل كان لسه في فتره كده كان مميز جدا. لكن دلوقتي انا شايف ان الامور كلها رايحه عند الارجنتين اكتر، البرازيل، فرنسا يمكن الامور مش الطف حاجه معاهم. ولكن وارد بلجيكا من المنتخبات المصنفه. اليورو اللي فات كان الناس متوقعه ان هي برضه تاهل النهائيات وكده، لكن برضه ما صادفهمش التوفيق. لكن هم منتخب ممتع، منتخب المشروع نفسه دايما يعني بداياتنا كده مع الصحافه ولما عاصرنا المشروع بتاع بلجيكا ده كنا دايما بنتكلم طب ليه احنا ما نقدرش نعمل مشروع زي بلجيكا، ما نقدرش نعمل مشروع زي المانيا. يعني احنا بنتكلم على الامكانيات، يعني بلجيكا في الاخر كان منتخب، احنا في مصر قبل كده جت لعبت بلجيكا، جت لعبت مصر هنا قبل كده كسبنا 4-0. طب ماتش ودي ايام الجيل الذهبي بتاع منتخب مصر، بس بعد كده ما حصلتش تاني. بنتكلم دلوقتي بلجيكا فين، منتخب مصر كتصنيفيا في، هي دي لعيبه بلجيكا دلوقتي النهارده. كيفن دي بروين واحد من افضل اللعيبه على مستوى العالم موجود. يعني فالامور هي دي اللي ضايقك بقى، ان احنا ما نستحقش كمنتخب وكاسم منتخب وزخم تاريخ. احنا ما بنعملش مشاريع يا كريم، احنا بنعمل، احنا بتيجي زي نقول ايه، هي مرحله كابتن حسن شحاته ومانويل جوزيه، هي دي فتره كان فيها الجيل ده مع مانويل جوزيه. كابتن حسن شحاته استفاد مثلا بوجوده وطوره وجاب اللي كان موجودين في الانديه، الزمالك او الاسماعيلي افضل العناصر، لو كان عندنا محترف بره يجي يكمل. بعد كده خلاص الدنيا تموت، بعد كده فجاه يجي الجيل اللي هو فيه صلاح دلوقتي، ها الدنيا مشيت. بعد كده فاحنا ما عندناش مشروع، احنا بنستنى الصدفه تجيب لنا جيل متناغم مشي مع بعض وخلاص زي الفل. ربنا يبارك. ما ماشيش طب ان شاء الله نبقى نعوضها دي. لكن الناس دي الثقافه دي بقى لازم مش تتغير، لازم تتفجر بالظبط لو احنا عايزين فعلا نبقى موجودين. كولومبيا في يوم من الايام عملت مشروع ووصلوا لدور الثمانيه في كاس العالم، بلجيكا مشروع، بنتكلم الدول الكبيره، بنتكلم منتخب المانيا ده كان المشروع بتاعه مشروع ضخم جدا في فتره حد ما قدروا ياخدوا كاس العالم بتاع 2006. اسبانيا والمشروع اللي عملوه وقتها عشان خاطر يسيطروا كاس اوروبا في كاس عالم في كاس اوروبا، الناس دي كلها ما بتشتغلش بالصدفه. فاحنا طبعا كمان لازم يعني كدوله كبيره رياضيا في كره زي كره اليد، احنا الامانه كره اليد عندها مشروع، المنتخبات عملت انجازات، وتحس ان منتخب اليد ولاعيبه مصر في كره اليد ناس مصنفه، ناس تقيله، فمنتخب الكوره يستحق كده، خصوصا ان احنا افرق على مستوى الافراد مميزين كمان. طب تعالي نروح بقى للسعودية، والسعودية برضو معاها مجموعة أعتقد مش وحشة، الأرجنتين، بولندا، وإيه تاني؟ المكسيك تقريبا. المكسيك صح. فبرضو مجموعة مش وحشة. بتشوف برضو مشاركة السعودية على فكرة بعد ما نخلص الدول الأربعة المشاركين، أنا وكريم هنسألك مين الأقرب من الدول الأربعة، أنت أكيد متوقع هذا السؤال، بس خلينا نروح حاجة. فخلينا نروح للسعودية دلوقتي. السعوديه برضو من الناس اللي بتحاول، حاولت للامانه تشتغل على فكره المشروع ده، نجحوا ان هم يتاهلوا لكاس العالم اللي فات 2018، والمره دي اول المره الثانيه على التوالي. يمكن هي مشكله مجموعه السعوديه ان بنتكلم منتخب المكسيك والمنتخبات المتمرسه في المونديال، يعني الارجنتين برضه، والارجنتين دي قصه ثانيه. دي قصه ثانيه. ماتشات السعوديه قويه قوي طبعا. لا يعني الارجنتين كمان، والسعوديه عندها كوره حلوه، السعوديه الدوري بتاعهم قوي، يعني الدوري السعودي دوري مميز ومحترفينه، المنتخب بتاعهم مميز، يعني ما اقدرش نقول وحش طبعا، خصوصا ان هم كمان كسبونا في المونديال اللي فات. لكن
هي مشكلتهم دايما لما بيطلعوا في المحافل اللي هي الكبرى الدوليه دي في الاجيال الاخيره ان هم يعني بتحصل صدمات زي صدمه المانيا كده، يعني عندهم حاجه كده الدنيا ما بتمشيش فيها. حتى وقت ما صعدوا مره كان هم وتونس في مجموعه، اعتقد في 2002 كان هم وتونس في مجموعه واحده، وللاسف الاثنين تعادلوا، يعني حتى مفيش حد فيهم كسب عشان ايه ياخد الثلاث نقط، لا الاثنين اتعادلوا وقعوا بعض. فلا المنتخب السعودي اعتقد ممكن بولندا، يعني بولندا كره اوروبيه، ولكن منتخب بولندا مش منتخب برضو مقدور عليه، يعني مفترض ان هو يبقى مقدور عليه لو هم ركزوا يقدروا يعملوا قدامه مباراه قويه. لكن انا اعتقد المكسيك والارجنتين هم الاقرب، هيبقى صعب لان المكسيك. هل تونس بقى حظها اسعد حالا شويه من بقيه الفرق العربيه المشاركه في مجموعتها؟ تونس مفروض هي فرنسا والدنمارك برضه ما اقدرش اقول سهل لان الدنمارك ما تضمنيهاش. استراليا للامانه اللي انا شفته في استراليا وتاهلها اصلا لكاس العالم، يعني هم ده كده يعني هي مشيت مع استراليا سواء مباراه اعتقد لعبوا الملحق مع الامارات، بعد كده لعبوا مع بيرو وكان بيرو الاقرب ان هو يتاهل. يعني انا شايف ان استراليا دي في اضعف فتراتها لان هم استراليا دايما بيعتمدوا على الكره اللي هي القوه والسرعه كويس عشان حبايبنا التوالي. لكن الدنمارك يعني برضو ما تضمنش فجاه كده الدنمارك تلاقيها فايقه، فجاه الدنمارك تلاقيها واقعه. طبعا فرنسا مشكلتها الفتره الاخيره ان هم عندهم اصابات كتيره جدا في صفوف المنتخب والامور مش افضل حاجه، ولكن تبقى هي منتخب فرنسا المنتخب المرشح ان هو يتصدر المجموعه. تونس مشكلتها دلوقتي المشاكل اللي عندها. هي برضه فرنسا خلي بالك من زاويه فرنسا، لا هي يعني مجموعه فرنسا مقدور عليها بالنسبه بالزبط. للمنتخب الفرنسي بالظبط. يعني هي بالنسبه لمنتخب فرنسا هي مجموعه مفترض ان هي تبقى في المتناول يعني. لكن بقول لك تونس مشكلتها ان هي الفتره الاخيره عندهم مشاكل، وسمعنا طبعا كلنا عن الاخبار اللي كانت بتدعي ان هم ممكن يستبعدوا من المونديال بسبب مشاكل ما بين اتحاد الكوره ووزاره الرياضه هناك، ولكن اتحاد الكوره قال ان مفيش مشاكل والمنتخب، بس واضح ان هم عندهم بعض المشاكل. قائمه منتخب تونس دايما احنا بنتكلم تونس ان الفتره الاخيره هم محظوظين، والحظ مش حاجه وحشه في الكوره، ان انت تبقى محظوظ او شخص محظوظ في الكوره دي حاجه كويسه. وطريقه تاهلهم حتى للمونديال برضو يعني لطيفه يعني، والجون العكسي في ماء، يعني حاجات ما بتحصلش غير مع تونس. فدي فنتمنى ان هي ان الكباء يتنقل معاهم في كاس العالم عشان يعدوا المجموعه اللي انا شايفها صعبه، بس نتمنى ان علي معلول ان شاء الله يكمل القائمة النهائية. النادي الأهلي كمان هيستفيد لو معلول كم، يعني تبقى مشاركة مميزة لمعلول، هي تقريبا بالنسبة لي تبقى آخر فرصة ليه للتواجد في كأس العالم، حاجة هتبقى مميزة جدا. النادي الأهلي كمان هيستفيد على المستوى المادي من مشاركة معلول في كأس العالم، اللي هي من بنقول كده التعويضات اللي الفيفا بيدفعها الأندية اللي لاعبتها بتتواجد في كأس العالم. فلا إن شاء الله منتخب تونس يبقى مميز يعني. سؤالي بقى، خلصنا الأربعة قطر تونس السعودية المغرب، من هو الأقرب يعني لاستكمال المسيرة زي ما بتقال؟ ممكن قطر. ونمشي مع تصريح سامويل إيتو قطر فعلا يعني أوكي. ممكن والمغرب هم الأقرب. بقول لك نمشي مع تصريح سامويل إيتو الأخير الغريب اللي متوقع ان الكاميرون رئيس اتحاد الكاميرون اسطوره افريقيا بيقول ان متوقع نهائي كاس العالم الكاميرون، لا هو اتوقع ان نهائي الكاميرون والمغرب اوكي، والكاميرون هتكسب كاس العالم يعني هو توقع سيناريو لطيف كده. فنتمنى ان المغرب بس تكمل لدور ال 16 عشان الامور تبقى معاها كويسه. انا شايف ان تونس موقف تونس صعب شويه، السعوديه صعب، لكن نتمنى وارد كل حاجه في الكوره ما نضمنش ايه اللي يحصل. طيب تعالى بقى نروح للاسماء اللامعة اللي هتغيب عن المونديال، وزي ما كنت بقول انا ونهاوند في مقدمه حلقتنا النهارده اغلبها جاي من منتخبي مصر والجزائر، لان اللعيبه اللي في المنتخبين هم الاكثر شهره يعني في الاوساط الاوروبيه الكرويه. ففكره عدم وجود حد زي رياض محرز، عدم وجود حد زي محمد صلاح، يعني هيفوتنا كتير الحقيقه. طبعا هي فكرة كلها ان البطوله في ارض عربيه. طبعا طول ما يعني محمد صلاح لو كان موجود في قطر، زي ما قلنا كمنتخب مصر محمد صلاح موجود في قطر، انت كنت هتتكلم في حاله تانية خالص من يعني من التشجيع المصريين في روسيا. الناس اللي سافرت وراحت حضرت، يعني تخيل بقى مشقه السفر في روسيا، والناس كانت بتسافر بالايام عشان تحضر مباراه. لكن في قطر كانت الامور هتبقى مختلفه تماما، كان هنعمل حاله مختلفه. رياض محرز طبعا واحد من افضل اللاعبين العرب في الفتره الاخيره، برضو عدم وجوده وعدم وجود الجزائر كان حاجه صعبه. حتى بنتكلم منتخب ايطاليا، نجوم منتخب ايطاليا مش موجودين في كاس العالم، ما تاهلوش. هالاند
هذا الوحش مش موجود في كاس العالم. بس كويس كان هياكل اللعيبه بتوع المنتخبات المنافسه. ما هو كويس ده من ستر ربنا مش موجود. بس هو هيريح يعني هيريح لمحمد صلاح والله اعلم في الدور الثاني هيجيب له كام جون في انجلترا. ولكن لا طبعا عدم وجود صلاح في كاس العالم في قطر تحديدا امر صعب، كنا نتمنى وجود لكن حظنا ما كانش موفق في الاخر، احنا ما تاهلناش بسبب ركلات الترجيح. يعني نتمنى ان صلاح لسه عنده الفرصه والوقت ان كاس العالم اللي جاي 2026 يكون هو برده كابتن المنتخب، يكون هو كابتن المنتخب في كاس العالم. ويعني لعله خير لعله خير هنعمل ايه. طب ما تعالى نتكلم شويه عن بعض النجوم بقى لو هنروح في اوروبا ونتكلم تحديدا، هل ده متوقع برده؟ احنا عارفين ان ده اخر مونديال لميسي، بس هل هو اخر مونديال لكريستيانو وتشيز برده اكيد يعني ليفاندوفسكي على سبيل المثال؟ يعني خلينا نروح برده للنجوم العالميين. ده بس ده في كريم بنزيما مورد كمان ده اخر مونديال لنيمار، تقريبا صرح ان ده هيبقى اخر مونديال ليه. ده المتعه كل يعني في لا في لعيبه كتير وارد ما نشوفهمش تاني في كاس العالم. نيمار كام سنه دلوقتي؟ اعتقد نيمار قرب في الثلاثينات. لا 32 بتهيألي. ما هو ممكن بالنسبه له يقول لك انا لسه هقعد العب للمنتخب اربع سنين كمان يعني. برضو يعني هم نيمار مميز، بس نيمار ما التزامه في حياته والتزامه كلعيب ما وصلش لمرحله ميسي وكريستيانو. صحيح. لان عشان يوصلوا للسن ده تقريبا كيفن دي بروين برضو كان هيبقى ممكن ده يبقى اخر كاس عالم ليه. لا الموضوع صعب، بس احنا عشرنا اجيال كتير بطلت وما لعبتش كاس عالم. ميسي وكريستيانو هي المباراه اللي الناس كلها والعالم كله بيحاول ان هو يخلقها ويشوفها في النهائي. طبعا الارجنتين والبرتغال لو الاثنين تصدروا او لو الاثنين احتلوا وصافه مجموعتهم وارد يتقابلوا في النهائي لو المنتخبين صح. فهو الناس طبعا كلها نفسها كلنا، وحتى في شركه من الشركات اللي بتعمل الاحصائيات وبتعمل التنبؤات في الكوره باستخدام تحليل البيانات قال لك ان كاس العالم ده تحليل البيانات قال ان النهائي هيبقى ارجنتين وبرتغال والارجنتين هي اللي هتكسب. برضو احد الشركات اللي بتعمل الجيمنج بتاع لعبه الكوره قال لك ان المونديال ده هيبقى بتاع ميسي وميسي، فهو كله هيلعب على حته ميسي وكريستيانو. من حيث المبدا ومن قديم الازل وفي اجيال كتير قديمه ما في مره شفت فيها منتخب انجلترا مش قوي، ايطاليا مش قوي، فرنسا مش قوي، حتى الدنمارك قوي. يعني كانت دايما المنتخبات اللي بتشارك في اي نسخه من نسخ كاس العالم كلها اقوى من بعض، وفكره ان انت تتكهن مين اللي هيوصل للمربع الذهبي ناهيك عن النهائي طبعا كانت اصلا شبه مستحيله. انت عندك البرازيل مولعه الدنيا، الارجنتين مولعه الدنيا، المانيا، اسبانيا طبعا. لا لا ليه دلوقتي ما بقاش الوضع زي زمان؟ لا هو يعني برضو مش زي زمان قوي، بس دلوقتي شويه خلي بالك في اكتر من ايطاليا مش مشاركه. ما يعني مثلا بطلت يعني بطلت اليورو، ما هي خلي بالك يعني زي في مره كانت اعتقد مش فاكر السنه اللي فاتت ولا النسخه اللي فاتت ولا قبلها كانت هولندا كانت مفاجاه بالنسبه للناس اللي ما شاركتش. هي وارد يعني ظروف المجموعه الدنيا ما كانتش افضل حاجه بالنسبه لايطاليا فما تاهلوش. فلكن دلوقتي احنا بنتكلم الناس لما بتتوقع كلها بتقعد تعرف تحليل البيانات والارقام والستاتستكس والحاجات دي كلها هي داخله. لكن في الاخر زي ما انت بتقول كده، ما النهارده كرواتيا لقيناها في النهائي، هل حد كان عمره يتوقع كرواتيا في نهائي كاس العالم؟ ما حدش كان يتوقع حاجه زي كده. في نسخه من النسخ اعتقد 2010 لقينا اوروجواي كانت موجوده بشكل قوي في السيمي فاينل، وكان وقتها اوروجواي منتخب قوي ولكن كان في منتخبات ثانيه مرشحه. فهو دلوقتي حتى الارجنتين في فتره من الفترات يعني في 2018 ما حدش كان متوقع انها تخسر بهذا السكور من فرنسا. دلوقتي الارجنتين الناس كلها بتسبورت الارجنتين عشان خاطر ميسي طبعا، لان ميسي وكريستيانو اللي هيرفع فيهم كاس العالم. طبعا مفيش فرصه ان حد تاني يلحقه. يعني قبل كده ممكن بالون دور يقعدوا يلحقوا في بعض لحد ما ميسي سافر باتنين زياده عن كريستيانو، وكريستيانو صعب خلاص في مسيرته ان هو يعوض الاثنين دول. لكن ده واخد بطولتين مع منتخب بلاد، ده واخد بطولتين، لكن اللي فيهم هيخطف كاس العالم ده التاني مش عارف يحصله. فالموضوع مثير في الحته دي. فنتمنى انا للامانه انا بحب كريستيانو بصفتي ان انا كنت بحب ريال مدريد اكتر، لكن لما اشوف ميسي بياخد كاس العالم اكيد يعني هتبقى حاجه ممتعه وحاجه جميله، لان ميسي يعني حاله ميسي ده حاجه كده استثنائيه في الكوره. هو نجم طبعا كبير، بس انا زيك انا كريستيانو، انا بحب كريستيانو عشان ريال مدريد يعني الصراحه، ما بكرهش ميسي، بس انا مشكلتي مع ميسي كان هو بيلعب في برشلونه وانا ما بشجعش برشلونه. فدلوقتي هو في باريس فالموضوع اهون شويه يعني. طيب احنا هنروح فاصل يا ايمن ونرجع، لان لسه طبعا عندنا ملفات كتير عايزين نروح شويه برده لاوروبا. فاصل سريع ونرجع نكمل.
جدد الترحيب بكل حضراتكم مره ثانيه. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ ايمن جلبرتو اللي بيسعدنا دايما بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي، سواء من خلال سكايب او الجوسه نفسها تحضر كما هو الحال معانا في حلقتنا النهارده. بجدد التحيه ليك مره ثانيه ايمن. وزي ما انا وانت كنت بتقول بقى، احنا اتكلمنا من شويه عن تفاصيل كتير متعلقه بالمنتخبات العربيه اللي هتشارك في النسخه دي من كاس العالم. تعال نروح بقى لابطال اوروبا والقرعه اللي اصفرت على الماتشين لوز اللوز. كل الناس هيقعدوا يتفرجوا، الناس هتتمصفر قدام الشاشات. انا معرفش نزلوا المواعيد ولا لا، بس هو الخوف لا تلاقي الماتشين حاطينه يوم ثلاث. لا ما تقولش كده، الساعه 10 ولا حاجه تبقى كارثه الصراحه. طبعا عندك ليفربول وريال مدريد وعندك باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، يعني وهنسيب لك بقى التعليق. لا ده اللي هو ايه، ريال مدريد وليفربول ده حاجه اللي هو بتتكرر تاريخيه يعني. هنفضل يعني هنفضل بقى كل بعد كاس العالم الناس مالهاش سيره غير الماتش ده. بس مين الارجح يعني بوجهه نظر دلوقتي مع تراجع ليفربول شويه او مش شويه شويتين، والتغييرات الموجوده في الملاك اللي بيحصل او اللي سمعناه، وفكره هنا برضو ريال مدريد والتالق اللي هو فيه، هل الكفه راكحه شويه للريال؟ لو دلوقتي في الوقت الحالي ممكن نقول الريال، لكن شهر اتنين ما نعرفش. ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل، خصوصا ان الريال كمان اخر كام ماتش ليه الامور مش افضل حاجه، يعني بيتعادل وبيخسر في الليجا. الامور مش مستقره، عكس ليفربول مثلا في اوروبا ماشي مشي كويس. اخر كام ماتشين في بريمير ليج بعد الخسائر اهو الدنيا بتظبط، بيكسب توتنهام. صلاح حتى معدل تهديف في بريمير ليج رجع زاد شويه، لكن هو في اوروبا بنتكلم صلاح وهداف دوري ابطال اوروبا بسبع اهداف مع كيليان مبابي حتى الان. ف زي ما انت قلت كده شهر اتنين ما نقدرش نعرف ايه اللي هيحصل بعد طبعا. كاس العالم طبعا. مين اللي هيرجع فرقته سليمه من لعيبته سليمه من قطر صحيح. مين ما نعرفش لسه، ده الناس بتتصاب قبل ما تروح قطر وما نعرفش هم في قطر ايه اللي هيحصل. لكن هي فعلا هي مواجهه مش هنقدرش نقول ساريه، لا ده هو ليفربول يعني لو ما كسبش الماتشين دول خلاص الموضوع هيبقى صعب جدا، خصوصا ان كمان الناس طبعا بتترول وبتتكلم بشكل كوميدي ان صلاح دايما مع ريال مدريد لما بيبقى يعني بيتكلم في تصريحات معينه اموره ما تبقاش افضل حاجه. لكن في النهايه هي مباراه قويه، مباراه نستمتع بيها كلنا، نتمناها طبعا لمحمد صلاح ان هو المره دي الامور تبقى افضل معاه ويكسب ريال مدريد ويكمل مشواره في دوري ابطال اوروبا، لانه بنسبه كبيره الامور في البريمير ليج ممكن تبقى صعبه. فالنهارده صلاح اعتقد محتاج بطوله زي دوري ابطال اوروبا انه يكسبها تاني، هتفرق معاه كتير. وصلاح على فكره ممكن نقول بشكل سريع ان الموسم بتاعه مش سيء زي ما الناس مصوراه، لان صلاح برضو هو من اكتر اللعيبه اللي بتساهم في فرص مع ليفربول، من اللعيبه المؤثره. بنتكلم ست اهداف برضو في بريمير ليج وصنع اهداف كتيرة في الدوري. بعيد عن لقب الهداف، ما هو هي دي المشكلة، الفريق ككل بعيد عن التواجد. الفريق حالة ليفربول في البريمير ليج او في الموسم الحالي مش افضل حالة دي كل الناس، حتى الناس اللي بتشجع ليفربول بتتكلم فيها. ولكن بنتكلم على صلاح عشان الناس برضو بتحمله بزيادة، يعني بنتكلم ان صلاح وحش، لا هو صلاح مش وحش. هالاند هو مهاجم هداف راجل، لكن صلاح النهاردة مركز طبيعة مركزه اختلفت بداية الموسم بالزبط. فهو في مركزه هو بيصنع الفارق، يعني هو حتى كان ليه كذا احصائيه قبل ما يرجع ينفجر تهديفيا تاني، ان هو من اكتر اللعيبه اللي بتعمل تمريرات حاسمه لزملائه في الملعب، فده معناه ان الراجل كي بلاير وموجود وظهر في الملعب بالظبط كده. النهارده اهدافه حتى مميزه، هداف دوري ابطال اوروبا، بيكسر بيحطم ارقام كتيره في دوري ابطال اوروبا حتى في بريمير ليج. خلاص ده الراجل دلوقتي ما بين افضل 15 هداف في تاريخ بريمير ليج. ف طبعا دايما بنتكلم عايزين صلاح هو الهداف وهو الاكثر صنع لعب، وهو طبعا كل حاجه بنتمنى له ده، لكن برضه للامانه ارقامه والموسم ده ما نقدرش نقول ان الموسم سيء، لا هو موسم كويس، لكن حاله ليفربول هي اللي مصوره ان موسم صلاح مش افضل حاجه. طبعا باريس وبايرن ميونخ برضه دي ماتش تكسير عظام. للامانه باريس الموسم ده برضه شكله افضل، حاله ميسي مميزه جدا، نيمار كمان على غير العادة مستمر الفترة طويلة، يعني دايما نيمار يتألق شوية فجأة تلاقيه اتصاب، حصل له مشكلة، حضر عيد ميلاد كده غريب الدنيا، خناقة كده حاجات غريبة، لكن نيمار برضو ماشي بشكل كويس. مبابي طبعا حاجة مميزة جدا، فلا هم ماتشين تكسير عظام. حتى الأمانة المباريات التانية مباريات
قوية ولكن مش زي طبعا الماتشين دول يعني. وكان نيمار اللي عمل عيد ميلاد من سنة تقريبا وحضر فيه وقت الكوفيد ولا كان نيمار بكل شوية تقريبا كان نيمار يوم يخربها على فترات كل شوية عيد ميلاد عيد ميلاد عيد ميلاد بس هو يا أخي استثنائي حتى بكاريزمته لا هو يعني هو شخص مميز ولاعب مميز من هو صغير حتى طريقة الترقيص بتاعه والدريبلينج والحاجات دي دايما نيمار ده تشوفه هو مستوى فعلا أنت لو بتلعب قدام نيمار وبتشوف بيعمل حركات اللي هو كان بيعملها في الملعب لازم هتضربه يعني لازم وهو قبل ما يعدي منك هتقوم ضربه لان هو مستفز يعني هو مستفز للي قدامه فهو كمان على المستوى الشخصي بيعمل ساعات حاجات تستفز الناس لكن هو لعيب جميل وللامانه هو كان ممكن يبقى يعني نيمار ممكن كان يبقى احسن من كده بكتير ولكن في النهايه هو برده محقق مع البرازيل محقق مع برشلونه نجاحات ومحقق في اوروبا نجاحات حتى على الصعيد الدولي ليه هو قاد منتخب البرازيل لميداليه اولمبيه كانت تاريخيه بالنسبه لهم فيعني هو برضه ناقصه من الناس اللي ناقصها كاس العالم عشان يتحفر اسمه في تاريخ البرازيل يعني. طب لو رحنا لميلان مع دلوقتي توتنهام وعندك الانتر ميلان مع بيلعب بورتو فبتشوف برضه دي ازاي ودي ازاي؟ ميلان طبعا من سنين كان بعيد عن البطوله ورجع وتاهل مع توتنهام نقدر نقول ان الموضوع مش بعيد يعني الاثنين توتنهام برضو دلوقتي ماشي بشكل جيد في التوب فور في البريمير ليج ميلان بتاريخه فالمباراه اعتقد برضو ممكن تبقى 50-50 يعني 50-50 فعلا لان بس كفه ميلان ارجح ميلان تاريخيا يعني تاريخيا في البطوله لكن توتنهام برضو في فتره من الفترات في يتاهل النهائي اللي هو لعبوه قدام ليفربول قبل كده ففريق جيد ممكن هم يجوا في تركيزهم في دوري ابطال اوروبا بيختلف لان طموحهم بيبقى فيه ليه وضع خاص لان هم طبعا كفريق صعب قوي يكسبوا بريمير ليج يعني انتر ميلان وبورتو انتر ميلان اعتقد على صعيد الدوري الايطالي ماشي بس مش اعتقدش في افضل حاجه دلوقتي نابولي هو اللي ظاهر اكتر في السيريا ايه وعامل حاله حتى في اوروبا عامل حاله كويسه بورتو المفاجآت بتاعته هل يقدروا يكملوا ولا لا لكن اعتقد بنفيكا هو اللي من ناحيه البرتغال هو اللي فرصه ممكن تبقى افضل خصوصا هو هيلعب كلوب بروج برضه عامل مفاجاه في دوري الابطال ان هو تاهل يعني بشكل قوي وكان عامل 4 انتصارات متتاليه وكان حاجه كويسه لكلوب روج ودي برده مباراه هتبقى جميله لكن بنفيكا دايما لسه عندهم العقده اللي احنا عارفينها بتاعت ال 100 سنه دي لان حتى لو صعدوا نهائي بنسبه 99% هيخسروه لان لسه ال 100 سنه ما عدتش عن التصريح الراجل اللي كان ماسكهم هو ايه حكايه التصريحات الغريبه لا ده كان الراجل ده المدرب بتاعهم اللي خد معاهم 2 شامبيونز ليج في الستينات متتالي تقريبا اتخانق معاهم على المرتب او حاجه كده فاقلوه فقال لهم انتوا ولا 100 سنه هتشوفوا دوري بطوله اوروبيه من بعدي ومات بعديها بنفيكا كل ما يتاهل نهائي دوري ابطال اوروبا او دوري اوروبي يخسروا لدرجه قال لك الراجل ساب لهم لعنه قبل ما بس هانت ايزيبيو ايزيبيو يقول لك مره راح له القبر صلى وقال له ارحمنا فيعني بنفيكا تقريبا لسه 30 سنه على اللعنه دي تعالى بقى نروح نرجع مره ثانيه لرونالدو كريستيانو رونالدو وكان في كلام كده عن احتماليه اعتزاله لكره القدم بعد انتهاء فعاليات كاس العالم وقبل دور ال 16 في بطوله اوروبا ابطال اوروبا لا يعني هو رونالدو طبعا الوضع بتاعه في مانشستر يونايتد مش افضل حاجه اكيد حاله يونايتد نفسها ممكن ما نقولش ان هي افضل حاجه قرار عودته اليونايتد في الوقت ده كان عاطفي اكتر منه اي حاجه تانية لانه يعني ما كانش حابب يكمل في يوفنتوس خصوصا بعد صفقه ميسي لباريس سان جيرمان يعني الامور كان هو بالنسبه له هو كمان عايز يتنقل نقله تانية فانا شايف ان وجود رونالدو في مانشستر يونايتد مشكله يعني مشكله للفريق ومشكله ليه هو فهي الفكره كلها هل هو في يناير هيقدر بعد كاس العالم يروح نادي تاني ولا لا ما نعرفش عايز كمان يكون مش اي نادي وعايز نادي كمان يكون بينافس في دوري ابطال اوروبا الموضوع صعب لان خلاص العالم كله دلوقتي ما حدش هيقدر يدفع لرونالدو الراتب احنا قلنا لو النقطه دي ربما تبقى هو بقى صاحب القرار فيها لو هو هيكمل هل هو عنده استعداد ان هو يخفض من مرتبه وفي نفس الوقت الرد اللي هيجي لك ده كريستيانو رونالدو صعب بالزبط. جدا يعني هو اعتقد ما بقاش نادي بيستحمل يعني. ان هو يبقى عنده كريستيانو وعلى الصعيد الثاني ايه النادي فعلا اللي ممكن ان هو يضم كريستيانو في هذا السن بهذا المستوى بالتجربه الاخيره بتاعت مان يونايتد يعني برضو لا هتبقى موضوع صعب جدا انا وجهه أزمة. نظري هو لو قدر يتكيف مع تنهاج برضه المدرب للامانه فكر ان هو يستبعد كريستيانو بعد ما مشي من الملعب دي قرار فني يعني قرار فني وتربوي يعني هو كبير انت يعني ده كريستيانو في الاخر ده كريستيانو رونالدو طبعا فالنهارده انت لما بتاخد قرار زي ده مهم ليك كمدرب ان
الناس تعرف انت بتحاول تسيطر على الفرقه. فالنهارده هل كريستيانو يقدر بعد كده؟ دلوقتي كريستيانو الامانه كمان بيشارك، رجع يشارك يعني، هو الراجل خلاص لما الموضوع انتهى رجعه تاني، بس حاله يونايتد نفسها مش افضل حاجه، كريستيانو نفسه مش هو اللي قادر يقود يونايتد، في حاجه فيها مشكله. فهو يونايتد ما عندوش اقرب حاجه ليه ان هو يكسب اليوروبا ليج عشان خاطر يلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه ويبقى ده الانجاز، لان برضو مانشستر يونايتد صعب جدا ياخد بريمير ليج السنه دي. نفس الكلام برضو اللي اتقال على احتماليه اعتزال كريستيانو رونالدو اتقالت الى حد كبير برضو على ميسي وحتى على ليفاندوفسكي. بس ميسي الوضع مختلف شويه، لان ميسي كده كده اعتزاله الدولي ده اكيد بعد كاس العالم مش هيلعب منتخبات تاني بنسبه كبيره. على صعيد الانديه هو عقده هيخلص نهايه الموسم ده مع يعني ميسي، كان نقدر نقول هو في يناير فري، اي حد عايز يتعاقد مع ميسي يقدر يكلمه. الله طب تشوف لنا الحكايه دي يا عم عين. ما مش يلا بينا شوف كابتن امير توفيق لو البادجت لو البادجت يسمح نروح على طول نخلص. فالنهارده ميسي باريس سان جيرمان بيحاول يجهز عقد عشان يقعده، برشلونه بيكلموه ولكن الموضوع هيبقى صعب. في كلام انه ممكن يروح امريكا خلاص نهايه حياته، يروح امريكا يستمتع ويستجم ويعيش العيشه اللطيفه اللي بتبقى هناك في امريكا ويلعب في النادي بتاع ديفيد بيكام. فميسي هو بعد كاس العالم اعتقد ميسي لو خد كاس العالم ممكن هو من نفسه يقول لك خلاص الموسم ده هيبقى الاخير ليا. يبقى خير هو اعلن، هو حسب معلوماتي ان هو اعلن ده اخر كاس عالم لا انا قصدي لو خد كاس العالم يعني لو خد كاس العالم يبقى ختم كره القدم خالص في نهايه في نهايه الموسم. لا دي هتبقى لكن لو ما خدش كاس العالم ممكن يلعب له سنتين ثلاثه الناس دي خلي بالك برضه. طب ليفاندوفسكي، طيب ليفاندوفسكي سنا مش يعني مش كبير ابدا وفي نفس الوقت لياقه رائعه، طب ايه بقى ممكن يكون حاسس ان هو عمل كل حاجه هيكمل تجربته مع برشلونه. اعتقد دايما الكلام على الاعتزال ممكن اعتزال دولي يعني اقرب حاجه لفاندوفسكي اعتزال دولي لان هو خلاص مع منتخب بلاده ما اعتقدش هيقدر عنده فرصه ان هو يلعب امم اوروبا تاني او يكسب امم اوروبا ويلعب كاس عالم تاني. فهم بيفكروا فيها دايما من الحته دي ان انا خلاص انا عملت كل حاجه مع منتخب بلدي ده اقصى حاجه. ليه دايما الناس اللي هي يتقال عليها اساطير اللي ليها تاريخ مضيء وعملت نجاحات مع منتخبات بلادها ومع الفرق اللي هي بتشتغل بتلعب فيها ليه اغلبهم بتبقى نهايته لا تتناسب باي شكل من الاشكال مع المشوار ومع السيره الذاتيه بتاعته؟ لان هي اللقطه الاخيره يعني انت وحظك في اللقطه الاخيره ممكن تبقى عامله ازاي يعني، وارد لقطتك الاخيره ما تبقاش افضل حاجه. النهارده ممكن ناخد نموذج عندنا قرار هنا قرار الاعتزال بيحتاج اراده من حديد وخصوصا طبعا في ظل الارقام اللي مش اي حد عايز اراده يعني. الموضوع في لعيبه يعني واحد زي ابراهيموفيتش هو شايف انا اقدر اقعد العب لحد 40 سنه و5 يعني 42 انا مبسوط انا بالنسبه يعني. في ناس ثانيه ما تقدرش، في ناس بتكابر يعني، في ناس بتكابر يبقى هو نفسه مش قادر يسيب الكوره بعيدا حتى عن الفلوس، هو مش قادر يسيب الكوره. لكن زي ما بقول لك احنا ممكن ناخد نموذج كابتن وليد سليمان النهارده اللقطه الاخيره بتاعته حلوه طبعا حتى للاسف يعني كان النادي الاهلي مش بطل للدوري، ولكن هو كوليد سليمان لقطته الاخيره كانت حلوه انه خدها وقت كاس العالم للانديه وطلع اعلن ان هو خلاص بنهايه طبعا الموسم هيعتزل. فهي دي كابتن وائل جمعه لما اعلن اعتزاله، وقت ما اعلن اعتزاله كان بعد ما توجنا بكاس سوبر، كابتن ابو تريكه، كابتن مثلا كابتن بركات لما اعتزل هو اعتزل في وقت كان الدنيا فيه هاديه وبتاع فالناس ما حستش. فهي كابتن حسام حسن لحد دلوقتي مثلا ما عملش ماتش اعتزال وحظه ان وقت ما اعتزل الامور ما كانتش افضل حاجه معاه. فهي دي زي ما انت بتقول كده احنا بنتكلم في اللقطه، هي اللقطه الاخيره دايما اللي بتبقى بتتبر. فنتمنى ان كريستيانو وميسي تحديدا تتماشى مع لقطتهم الاخيره تبقى حاجه كبيره طبعًا. تتماشى مع يعني مسيرتهم الطويله دي، لان احنا اجيال بتاعتنا لحقت لعيبه كتير طبعا، لكن ما شفنا احنا ما انا ما شفتش مارادونا بيلعب، بس انا شفت ميسي، شفت كريستيانو، انا ما شفتش بيليه، ما شفتش نجوم كتير بتلعب، لكن شفت الاثنين دول. فاتمنى ان انا اشوف نهايتهم نهايه اسطوريه. اي واحد فيهم يكسب كاس العالم طبعا نفسي كريستيانو طبعا اكتر، لكن لو ميسي خد كاس العالم يا سلام هتبقى حاجه كويسه. طيب احنا اتكلمنا عن اللعيبه اللي مستواها يمكن دلوقتي مع السن اختلف يعني او مستقبلهم، تعال نروح للنوادي بقى، لان برضو احنا شفنا نوادي كتير لحد هذه اللحظه احنا بنكرر هذه المشكله، لكن فعلا عليه علامات استفهام لسه ما فهمناهاش. يعني تاني برشلونه وفهمنا ان عنده ازمات ماليه لكن برضو فنيا ما قدرش يعود، الكامباك بتاعه لسه بعيد جدا. مان يونايتد مع هذا التاريخ الكبير لهذا
هذا النادي برضو لحد دلوقتي مان يونايتد مش مان يونايتد، وفي بالمناسبه طبعا مباراه هتجمعهم هما الاثنين، فيعني برضو هنشوف، بس مش هي دي المباراه اللي كانت لو جمعتهم من كم موسم فات. الاثنين دول لعبوا نهائيين دوري ابطال اوروبا قبل كده لكن هل انت هتقارن الفتره دي بدلوقتي؟ كارثه يعني. برضو في اسماء لنوادي كتيره ربما بقت افضل، يعني مان سيتي مثلا متالق الى حد ما، بي اس جي الفتره الاخيره متالق الى حد كبير، بس ايه اللي بيفرق مع النادي ان هو فجاه تلاقي حد ليه تاريخ كبير كده فجاه حصل دروب لايا كان، سواء بقى مشاكل ماديه او فنيه او اداريه؟ يعني هي ميكس زي ما انت قلتي كده نهوان، ده بنتكلم في ميكس. مانشستر يونايتد ما نقدرش نقول مشاكل ماديه، لان دي ناس مانشستر تحديدا نادي غني جدا، وحتى الفلوس كم الفلوس اللي صرفها منذ اعتزال فيركسون التدريب لا تعد ولا تحصى زي ما بنقول كده، لكن دايما اختياراتهم فيها مشكله، دايما القايمه بتاعتهم على طول مش متسيطر عليها. يمكن انا من وجهه نظري، انا مش مشجع قوي اليونايتد، بس فتره مورينيو انا بالنسبه لي كانت كويسه، لان لكن هي ما مشيتش مع النادي. لكن فتره فان جال كانت صعبه، ديفيد مويس كانت صعبه، حتى الفتره الحاليه هم بيحاولوا رغم ان هم صرفوا فلوس كتير. مانشستر يونايتد بيدفع رواتب ضخمه جدا وبيجيب صفقات بفلوس كتيره جدا في انجلترا، ولكن هي مشكله اداريه هتتحل امتى؟ لازم الاداره نفسها اللي يعني تبقى المشكله. نيجي عند برشلونه، هي كانت مشكلته ماديه بلس ان الجيل اللي طلع مع بعض مره واحده في اواخر، بنتكلم في 2006 تحديدا او 2005 لما ابتدى الجيل ده يظهر على الساحه بتاع برشلونه اللي سيطر على كل حاجه في اسبانيا واوروبا، هو جه في فتره وانتهى خلاص، ده الطبيعه، هم انتقوا ما قدروش يطلعوا جيل يمد، حتى التعاقدات بتاعتهم كانت دايما بتلاقي اللعيبه مختلفه عن مشروع لاماسيا اللي هم دايما بيتكلموا عنه مع المشاكل الماديه. فدلوقتي هم على صعيد الليجا هم ماشيين كويس يعني، لكن اوروبا طبعا الوضع كارثي لسه. ميلان كان احد اسبابنا ماديا واداريا، يوفنتوس دلوقتي عنده مشاكل اداريه، فهي كده، هي الكوره زي ما بنقول ان دايما انت عندك الاداره، الفنيات، الماليات، بس بتبان بقى في لحظات. يعني تيجي تقعد 20 سنه مثلا نادي متالق ما عندوش اي ازمه، فجاه يحصل له مشكله، بس الدروب لو موسمين. طول لا، ما لو موسمين مش ازمه، لكن لو طول أزمة. لكن بنتكلم مانشستر يونايتد هنتكلم في 6-7 سنين عندهم مشكله، برشلونه مش قوي، برشلونه أقل. يعني بنتكلم في سنتين ثلاثه لسه. كتير بتقول لك بعد يعني رحيل سير اليكس فيركسون ما شافوش خير، ما شافوش خير باي حال من الاحوال، يعني ما شافوش خير بمعنى ما شافوش خير. ميلان ده كان ازمه لان قعد سنين واقع، فهي دي. بايرن ميونخ مثلا ممكن يقع موسم اتنين تلاقيه رجع تاني، فانا بتقولي ايه زي النادي الاهلي لما بنتكلم ده، انا لا نقول ايه وقعته سنه او اتنين اللي هي فتره الاحلال والتجديد، بس الامور خلاص على طول. ليه؟ لان في اداره شغاله كويس، في الماليات بتبقى موجوده بشكل كويس، بيديرها بشكل كويس، عندك فريق بتجيب احسن مدرب، افضل عناصر، فحتى حتى لو وقعت اللي هي الوقعه اللي بنسميها اللي هي الوقعه الكرويه، ايوه الطبيعي في الرياضه، انت عمرك ما هتسيطر على كل حاجه. في نوادي بترتبط بالمدير الفني، يعني عندك برضو برشلونه وجوارديولا اللي برضو كانت فتره التالق، بس بعد جوارديولا هم كسبوا، ولكن ما كانش برضو هو ده افضل حاجه طبعا، هي الجيل. فنتمنى ان برشلونه يفضل واقع شويه. شرير انت برضه يا اصلا في اوروبا ما حدش هي ما فيش اسبان هيتفرجوا علينا ويزعلوا مننا. مين قال لك البرنامج ده بيتابعوه؟ عالمي يا فندم. لا ده عالمي، هتلاقيهم عرب. لا ده اسبانيا، احنا خاربين الدنيا. في عويس جاي حد بيترجم لنا هناك. نورت الدنيا كلها يا ايمن، بنسعد دايما والله بوجودك معانا وبنشكرك على وجودك. شكرا ليك يا ايمن بجد، شكرا ليك. شكرا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات، ونشوف خلاله كمان مجموعه لقطات من تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ونطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هيكون في لقاء بقى بين نهواند وبين دكتور علاء الدين احمد، وموضوع يهم كتير جدا من حضراتكم في الفقره الطبيه الاخيره. خليكم معانا.